السلام عليكم، تحية لكل عشاق ومتابعي قناة سعيد فيشي. هذا الفيديو الصراحة بغيت نستهلو بواحد الظاهرة في سد عكراش. يعني كما تلاحظوا كاين مجموعة من الأشجار هي كاينة في الماء. هذه نورمالمون ما كانش تبان نهائيا، ولكن هذه السنة يعني الأمطار قليلة بزاف، خلات البراج يتراجع بزاف المنسوب ديالو، ماشي غير سد عكراش وانما فارتو على ما اظن في المغرب. خلات هاد العواد يبانو بزاف، يعني الا لاحظتوا هذيك الباندا اونفاس معانا البيضاء، يعني هذيك تقريبا كامله تراجعات بالماء وخلات هاد الشجر هاد العود كله باين انتوما، يعني تقريبا الحد ديال الغابه كلها تراجع منها الماء. علاش بغيت نشرح هاد الدائره؟ يعني كاينين شي ناس قبل تيجيو مثلا تيلقاو الماء بلا تيطيح تيعوم، يعني تيجيب له الله راه ما كاينش لا عود لا شجره لا حتى شي حاجه. يعني كاين جوج حوايج، اولا بالنسبه للعمال سي ريسكي، شي حاجه لي خطيره. ثانيا الناس اللي تيصيدوا بالطعوم الصلبه اللي تتفون ديال تحت، بالاخص ملي تنهضروا الناس اللي تتشري سلعه غاليه لي زارتيك من 100 درهم الفوق، تيجي ربما في اي لحظه غتمشي له. مازال ولاد البلاد يعني تيكونوا حافظين، يعني ما كاينش مشكل، ولكن بالنسبه لواحد تيجي لي اول مره تيشوف الماء صعيب له هنا يصيد الطعوم الصلبه اللي تتفوندي. بالطريقه اللي ممكن باش غتعرف بها كاين الشجر ما كاينش، وهي ربما غتشوف فوق الماء مثلا هنا، يعني كاينه الغابه الفوق، يعني بار ديفو كاين واحد الامتداد جغرافي لهذيك الغابه لداخل، يعني ربما هذه الطريقه الوحيده اللي ممكن تعرف بها. علاش هاد العواد بقاو هنا اصلا؟ يعني نورمالمون سد عكراش يعني مبني تقريبا سنه 1974، يعني نورمالمون خص هاد العود يتحلل ما يبقاش، ولكن واحد 20 سنه ولا هكاك زادوا فيه، يعني باش يتزاد المنسوب ديال الماء. هذاك الشيء علاش طلع الماء في الغابه، داك الشيء علاش هاد العود باقي شاد راسو، يعني باقي ما تحللش. والصراحه هاد العود في صالح البلاك باس والاسماك، لان ما تيخليوش صحاب الشبك يصيدوا في هاد البلايص اللي فيهم العود. ثانيا ان هاد العود تيحمي وتيبروتيجي البلاك باس، ما تيخليش عرضه للصيد. ومهم فيديو استهلينا بهاد النقطه باش بنادم يحاول الانسان يفيتي السباحه لانها خطيره، وغالبا هاد العواد يعني تيوحل فيهم الشباك وليلور، يعني الصراحه خطير خطير وبزاف. وتحياتي، وندوزو الفرجه ان شاء الله مع شي بلاك باص. نزير الحلوف والصغار ديالها هما هاربين. Passe.